فرض الجيش اليمني سيطرته على مواقع جديدة بمحافظة الجوف فيما قتل عدد من الانقلابيين في معارك مع قوات الشرعية في تعز. مع استمرار تقدمه في عمق صعدة وفي محافظة الجوف، يضيق الجيش الوطني الخناق على ميليشيا الحوثي الإيرانية. هذا ما أكده القائم بأعمال وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، الذي ثمن جهود ومواقف دول التحالف العربي الداعمة للشرعية وما تقدمه من دعم للشعب اليمني وإسناد للعمليات العسكرية ضد الميليشيا. وفي آخر الانتصارات التي شهدتها جبهات القتال، تمكنت قوات الجيش اليمني من تحرير مواقع جديدة في شمال غرب محافظة الجوف، وفرضت حصاراً خانقاً على الميليشيا الانقلابية في معسكر استراتيجي بعد مواجهات عنيفة مع الميليشيات الانقلابية. وكان للتحالف العربي دور بارز في تحقيق تلك الانتصارات، حيث شارك طيران الأباتشي التابع للتحالف بفاعلية في إسناد الجيش بتلك المواجهات وقصف مواقع الميليشيا. مصادر عسكرية أوضحت أن العملية العسكرية متواصلة وسط تقدم ثابت لقوات الجيش اليمني وانهيار واسع في صفوف الميليشيات، والتي تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات. في محافظة تعز قتل 3 انقلابيين بنيران الجيش اليمني في اشتباكات دارت غرب المحافظة. وفيما تتوالى خسائر الانقلابيين، كشف جهاز الاستخبارات العسكري اليمني عن قيام خبير إيراني يحمل جنسية أوروبية بمساعدة ميليشيا الحوثي الانقلابية على وضع خطط عسكرية تحافظ على جبهاتها من الانهيار، خاصة في محافظة صعدة.